تراجع الحقل المغناطيسي للأرض في جنوب المحيط الأطلسي بصورة كبيرة، حتى أن هيئة علمية أصبحت تخشى أن يعود ذلك بالضرر على الأقمار الصناعية إذا دخلت هذه البؤرة بسبب الإشعاعات التي تنجم عن تقلص الحقل المغناطيسي. ويرى العلماء أنه في حال تواصل تراجع الحقل المغناطيسي للأرض بالوتيرة الحالية، فإن كوكب الأرض قد يشهد انقلابا بين القطبين مرة أخرى.